لي ايه الصفات اللي بتجمع كل الصيادين تقريبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية هو الصياد بينزل البحر متوكلا على الله أولا وأخيرا، ما بيعولش في نزوله أو في شغله على البحر على أي أمور تانية. دايما الصيادين بيبدأوا رحلتهم مجتمعين كلهم، أول ما ينطلق المركب من الميناء قاصدا رحلة السروح يقولوا إيه في صوت واحد؟ الفتحة للنبي. كلمة الفتحة للنبي دي تعتبر فتحة خير، بينشدوا بيها فضل ربنا سبحانه وتعالى في زيادة الإنتاجية. دي زي ما تقول طقوس دائما الصيادين بيتبعوها في البحر، بيتفائلوا بيها، بيلتمسوا فيها البركة. ودايما الصياد يعني لما بنقول في بداية الكلام ان هو بيتوكل على الله، عارف وبفضل الله ان رزقه ربنا سبحانه وتعالى بيوجده له في البحر، لانه اصلا بيطلع النية بتاعته قصد خير. ده بالنسبة ورزق للصيادين. وطبعا غير اسرهم، طبعا اسرهم طبعا لما بيكونوا في البيوت بيبقوا على اتصالات وعلى يعني متابعه لرحلاتهم. حضرتك عارفه بقى التقنيه الحديثه في الاتصالات وبتاع وحاجات زي كده. ما كانش زمان الصياد لما يسرح في المركب يبقى في اتصال بينه وبين اي حد على البر، ممكن يقعد كذا يوم، صح؟ نعم، ممكن يقعد كذا يوم في البحر. بالظبط. ما هي اصل هي حرف. على سبيل المثال احنا عندنا في السويس عندنا 3 حرف، وموجودين في برضه في مناطق اخرى. عندنا حرفه جر، شباك جر بتتجر على اعماق البحر، وعندنا حرفه شنشله بتشتغل على الاضواء. حتى دي الحرفه دي سموها الطلاينه، هم اللي دخلوها مصر، حرفه اللمبادو. وهذه الحرفه بتعتبر شباك على في البحر عايمه. يوم 20 في الشهر العربي تبدا الضلمه. لو احنا بصينا يوم 20 السماء مظلمة، تلاقي القمر غايب، مفيش نور، فيعتبر ظلمة. يجي الصياد بتاع الشنشلة بينور فوانيس، فيطلع السماء. الفوانيس دي كان زمان، الوقت بقى في مكان نور وبينور ويرمي الغزل بتاعه يتجمع عليه السمك. زي نظام الفراشات اللي بتتجمع على الإضاءة عشان يصطادوا. بالظبط، ده اسمه سمك الشنشلة وسمك شعبي. طبعا في السردينه والموزه والكاسكومري وشك الزور، والاسماك دي كلها من اسماك الشنشله. نيجي على الحرفه بتاعه الصنار، الحرفه الثالثه. حرفه الصنار دي اسمها الاسماك الممتازه. دي اللي هي بتبقى الاسماك حجمها كبير طبعا شويه. الشعور، الدراك والبنقذ والزرابين والخمخم والشركس و اسماك سمك احنا والبياض موجوده في السوق. الاسماك الممتازه الكبيره. هي ديت الحرفه بتاعه الصنار، بنسميها الاسماك الممتازه.